السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع تيارت، وبالضبط في مدينة تيارت، لنقف على الأشغال نتاع الترميم نتاع المسجد الكبير لمدينة تيارت، واللي يعتبر واحد من أكبر المساجد في الغرب الجزائري، واللي الآن نلاحظ أن الترميم بطريقة جيدة جدا، باستعمال يعني دي ماتيريو دي بون كاليتي يعني، وهذا أمر جيد. نخليكم تتابعوا بقية الفيديو، وبدون ما نطول عليكم، السلام عليكم. Thank you.